انتي هتفضلي حاطه الكمامه دي بقى قد ايه يا مامي؟ معلش يا حبيبتي، الدكتور قال اشيلها الساعه 9 بالظبط. ايه ده، هو صوتك عامل كده ليه؟ مش عارفه حبيبي، العمليه يعني في حروف بتقفش كده. الدكتور بيقول لي ان هو يعني هتفضل مخارج الالفاظ عندي مش واضحه شويه يومين ثلاثه كده لحد ما بقي طبع. بعد اللي قلتيه ده بصراحه يا مامي احنا مستعجلين جدا عشان نشوف العمليه اللي انت عملتيها. وانا كبير قوي قوي، بس خلاص فاضل 5 دقايق. يا مامي ما تشيليها، يعني ال5 دقايق دي مش هتعمل حاجه. لا يا حبيبي، الدكتور قال لي اوعي اوعي، ثانيه قبل ال5 دقايق اوعي لحسن بقك ممكن يشقق. تفتكروا هيبقى شكلي حلو وبحكي بابوكم؟ مامي انت اي حاجه بتعمليها بتبقى شكلك حلو. حبيبة قلبك. اكيد طبعا، اللي تخلف القمر ده لازم طبعا تكون حلوة يا ولا. عكسيني. يلا بقى يا مامي، 5 دقايق خلصوا، فرجينا. خلصوا خلاص؟ انا متحبسة قوي. واحنا كمان. طيب انتوا جاهزين؟ طيب اوكي، بصوا تعالوا اقفوا قدامي غمضوا عليكم. حاضر. هنعد في 1 2 3 ماشي؟ اوكي 1 2 3 دادا. هما جريوا ليه؟ معقولة النتيجة مبهرة للدرجة دي؟ بس في حاجة بتقفش، مش عارفة في ايه. حلاوتك يا انتي. يا مامي يا نهار اسود، ايه ده؟ فين بقي؟ بقي يا شبابي فين؟ خليني خليني، هتفضل باصة لبره كده على طول؟ مش عارفة ابوس، هبوس علي ازاي انا دلوقتي؟ هبوس علي ازاي؟ طب في داهية البوس وفي داهية علي، هعمل ايه؟ احط روج انا ازاي دلوقتي؟ احط روج ازاي؟ في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مالك؟ في ايه يا رجاء؟ انت السبب يا سمير في اللي حصل لي. حصل لك ايه؟ ما... عايزه ايه؟ انت السبب في اللي حصل لي، شفت بقى حصل له ايه؟ مامي دراكيولا، دراكيولا طلع من التابوت. يا لهوي، حد يشوفني فص توم او وتد خشب كده عشان اتفسه. تتفسه فين؟ في بقه. في بقه ايه؟ يا حرام عليك يا سموره، بقي راح خلاص وكل حاجه في بقي في بقي في بقي. معقولة ده دكتور اللي أنا بعتك له ده فرشح بقك وحط لك سنان مراته؟ متأكدة إن الدكتور ده اللي أنا قلت لك عليه؟ لا يا دكتور سمير، بس هو أنا رحت لواحد تاني، يا ريتني كنت سمعت كلامك، بس اللي رحت له ده بوظ بقي، بوظ لي حياتي كلها. يا رب يا رب بوظ له حياته كلها زي ما سواني، يا رب أشوف فيه يوم. شايفة؟ شايفة يا هبة؟ اخرت عمليات التجميل واللعب في خلقه ربنا. معاك حق يا شعبان، الحمد لله ان انت منعتني اعمل العمليه. يا لهوي، يا رب عافينا يا رب مما ابتليت به غيرنا، كان زماني بقيت شفطوره كده. مش عارفه حتى تشف. اقسم بالله اقسم بالله، لو ما سمعتي كلامي بعد كده لا هتبقي شبه طنط العوي اللي هناك دي. مين دي طنط العوي؟ ايه الادب يا زباله انت وهي؟ اتفضلوا اطلعوا بره بيتي. بيتك ايه وبتاع ايه؟ ده بيت رجاء وسمير. ايوه انا موافق انكم تطلعوا بره، انت وخد مائده الرحمن معاك. ايه ده، انتوا بتطردونا؟ ايوه. لا احنا نقوم بقى قبل ما نطرد. انا بيتهيألي شايف كده احسن في ال ها؟ لا انا شايفه ان احنا نقعد بكرامتنا في التكييف الحلو ده. انا معاكي على فكره. شفتي ما عندهمش دم هيقعدوا. بلا بلاش سيره الدم قدام مدام دراكيولا، لان تسمع الدم يبتدي التحول. وانت عليك رقبة كده. انتوا بتقولوا ايه؟ اول حاجة كنا بنقول تحب تشربي ايه؟ اشرب ايه؟ نفسي اشرب من دم الدكتور اللي عمل فيا كده. لاوي مش قلتلك هتسمع سيرة الدم هتتحول؟ سيبيلي نقطتين. بص يا انجي، بص يا حبيبتي، انا من رأيي يعني انك انت تروحي تعملي محضر في الشرطة وهم ان شاء الله هيتصرفوا. اعمل ايه؟ لسه هروح
المنظر ده ازاي؟ اتصرف ازاي يا رجاء؟ انا حتى مش عارف ابوسه. مش عارف ايه؟ مش عارف ابوسه. حط كمامة على بقك عشان علي ما يشوفهاش خالص. ايه يا سمولة؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ احط كمامة على بقي اعمل بيها ايه؟ ولما علي يكلمني ارد عليه اقول له ايه؟ يعني في داهية البوس مش مهم، بس انا اقول له ان انا لابسه الكمامة دي ايه؟ عندي برد حبيبتي. ما حبكتش يعني المرة دي؟ بوز بقى زي يا سمير. انا مش بفكر في البوس خالص. لا ما بيقولكيش لبوس، بيقولك بوس. ايوه هو ده، مش بفكر فيه خالص. وانا عارفه قلب عريق. بتضحكوا على ايه؟ انا مش عارفه قبل عريق ولما اجي اشرب حاجه بتدلدق من الجناب. انا دلوقتي لما يجي يقول لي ايه الكمامه اللي انت لابساها دي ارد اقول له ايه؟ تقولي له عندي ده. وبعدين يا حسين هنتصرف ازاي دلوقتي؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. ايه يا انجي ده؟ ايه امشي في الشارع حطي حاجه على وشك كمان. انا بلبس ماسك. ايوه وعشان ولادك في البيت كمان ما يتفزعوش. حسبي الله ونعم الوكيل في الدكتور اللي عامل لك بقك ده. في ايه يا حسين؟ في ايه؟ وانا جايه لك علشان تحاسبن عليه؟ ما انا ممكن احاسبن عليه بس السين بايظه عندي شويه. السين بس؟ انت كل حاجه. امال انت عايزه ايه يا انجي؟ انا بصراحه جايه لك علشان تعمل له محضر. ايوه للدكتور ده اللي عمل لي العمليه وعايزاك تحبسه. هو من جهه تحبسه انا احبسه؟ انا اسمع عن دكتور ينسى فوطه في بطن المريض، ينسى مشرط في بطن المريض، بتحصل. انما ينسى بق في بق المريض دي جديده، دي الصراحه اول مره اشوفها. ايه البق ده كله؟ دبل اكس لارج. لا شري اكس لارج. ده ليكرا بقى. ده انا هلبسه جنايه. ايوه جنايه زي بقى يا حسين. ازاي يعني لما ملاك بريء زي ده؟ بصي اول ما يبص على الخلقه دي اكيد طبعا هيتخض ويتوب ساكت فيها. يا لهوي يا باشا، ده انا قطعت الخلف والله اول ما شفته. والله ازاي بقى؟ زي الاستاذه ناديه الجنتي. اه يا ام مصر. شفتي؟ ايوه شوف. وقطعت الخلف. بس خلي بالك المره الجايه ممكن اقطع لك حاجه ثانيه. زي ايه يعني؟ هو انت يعني ايوه انت مش اسمك بلبل؟ ايوه. شوف بقى تقطع لك ايه. ايوه اسمك بلبل يعني هقطع لك لسانك واضحه. والله العظيم خدتها من على لساني، كنت هقول لك. حاضر. صباح الخير يا انوج. صباح النور يا كماليا. ايه ده في ايه؟ انت حطيتي وشك في الكمامه ليه اول ما شفتيني؟ انا ريحتي وحشه ولا ايه؟ لا يا حبيبتي ابدا، انت ريحتك زي الفل. انا بس عامله عمليه ومش عايزه حد يشوفني. يا روحي عمليه ايه؟ الف بعد الشر عليكي يا حبيبتي. لا لا دي عمليه تجميل بسيطه كده. عمليه تجميل؟ طب هو بقى اللي بيعمل عمليه تجميل يخبي وشه ولا يعني خايفه لحسن احسدك على جمالك؟ تحسديني ايه بس يا كماليا؟ تحسديني ايه؟ انا خايفه عليكي اللي تتخضي. طب وناني وريني، عايزه اشوف. يمكن لما يعجبني يعني اعمل زيك. وناني وريني. انا اللي هوريكي بنفسي. وريني وريني. يمي يمي غطي وشك واوعي تسمعي كلامي تاني لما اقول لك وريني حاجه، فاهمه ولا لا؟ حاضر حاضر. اتريقي عليا يا كمال، اتريقي براحتك واستظرفي. يا حبيبتي انا ما بتريقش. وبعدين انت لما انت وشك متشلفط كده ايه اللي جابك الجورنال؟ عشان قررت اكتب موضوع صحفي اهاجم فيه كل الدكاتره بتوع التجميل اللي بيضحكوا على الناس ويقولوا لهم ان هنعمل لكم عمليه ضب على سنة التجميل وهي عشان التقبيح اصلا. لا حول ولا قوه الا بالله. وانا اللي كنت عايزه اعمل زي نعم. الاستاذ جميل كان ايه ده يا انجي؟ انت بلعتي بقك ولا ايه؟ لا بقي اهو. يا لهوي البق ده يما. اتسالي يا بابا استظرف يا سامع. قبل ما تستظرف روح بص على نفسك في المرايه الاول. والنعمة ما بستظرف، ده اللي نفسي اعمل اللوك بتاعك ده. ليه يا سامع تعمل اللوك ده ليه وانت ناقص تسوهات؟ تسوهات ايه؟ ده انا بحلم ابقى في حلاوه حسين فهمي. طول رشدة اباظه، قوه الشحات مبروك. الله يبارك فيك. الله يخليكي.